وجات السيده للدار. جات للدار انا غنوريك. انت اختي ديج ما عرفتكش شكون. انا اختي غدا الكاميرا كاينه ديال الحساس. انا غدا نخرج غنعيط على السانديك اللي كاين هنايا غيجبد لي الكاميرا معاش ونعرفك اختي معاش دخلتي لداري ونمشي ندير اختي بك شكايه. سالينا سالينا ما تدخليش لداري وانا ما كايناش. لان سمعيني كون غير شوفي كون غير وقف هكا فيديو غنحطو في القناه في العشيه غنحطو في القناه فيه الروح طايحه الدريه كتقتل فيها السعديه بالعصا. هانت وربي قالت لك السعديه قالت لك صوراتني قالت لك انا ما بغيتش نتصور هي اللي صوراتني قالت لك انا ما بغيتش قلت لها انا ربي قالت لك مريم عطاو لانس وجدي لي التشيه اري لي التشيه قولي لعثمان الا ما عطيتيش لانس التليفون غتنوض لك سدي الباب وعطيتي التشيه الهضره مشات ليا وقولي لاختك تنقص التليفون ما كنخرج ما بقى عندهم ما ياكلوا في الدار ما الصباح يفطروا ما عندهمش العشيه ما وصل الكوتي ما عندهمش كيقولوا لي كل نهار ونوضي خرجي وانا كنقول لهم واخا انا غنخرج اليوم كنصبح مكبله مكتفه ما كنخرجش اليوم قلت صافي عرفتي اش ديري ساره نوضي نوضي خرجي معاك مع انس غطيح شي مصيبه بلاتي نبلوكيد ام يحيى عافاكم شوفوا مريم شنو قالت لكم دابا قالت لكم كنخلي ولادي بالجوع ماشي بالجوع شبعاني الحمد لله كاينين شاربين كلشي يعني شي حاجه كنسبق السعديه من الاولويات اولي هي من الاولى كنسبق على راسي على ماما كتغير ماما كتغير من السعديه ماما كتغير ماما صافي ماما علاقتي معها خسرات بابا علاقتي معها خسرات دارنا علاقتي خسرات معاهم علاش قال لك جبتي مرا برانيه للدار فضلتي على والدي واخا كنجي نجلس مع راسي اش كنقول كنقول ساره السعديه ماماك عندها راجلها اللي هو باك عايشين بخير عندهم سقف جامعهم السعديه عطاها لك ربي عار ما عليك واخا شي حوايج ما نقولهمش وما عمرني نقول ما نخليهم حتى عند الله سبحانه وتعالى عار رمى ربي عليك داك العار خاص داك العار تبقاي هازه حياتك كامله حتى يدفنك يدفنيها واخا كلشي هنا مزيان تعاديت مع العالم كامل على قبلها واخا ولكن باش تدخل وحده لدارك وتخليك حتى ما تكونيش ودير لها فيديو والسعديه قالت لها ما كتوكلنيش مجوعاني والبارحه البنات بلا من الله كله خيره في دارك قالت لك مشي هي الدجاج اصلا انا الحاجه الوحيده اللي ما كندخلش لداري وما كتاكلهاش السعديه هي اللحم نقول لكم كتقول لك هي اللحم قاصح لها على سنانها انا اللحم ما عديش معاه عثمان وادم وانس ما عندهمش مع اللحم قليل فين كندخلو على قبل مريم كتبقى فيا قليل كتقول لي صارت تشهيت اللحم مريم على قبل مريم اما حنا اللحم ما عندناش مع اللحم كيبغيو لي الدجاج بزاف والسعديه كتبغي الدجاج بزاف قالت لك لا لا ماشي هي الدجاج مشيت جبت لها الدجاج صوبته كلشي شويه تنشرات اكلت داك الدجاج واش عندها شي مصيبه مع الدجاج في ذاتها الله اعلم تنشرات ليا تجبدات بدات كتشهد قالت لك شنو تشهات ما تشهات تشهات هذاك المخمار راه عجنته قدامكم نط درت لها المخمار عجنت 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 حطيت لها المخمار كلاته في الليل صوبت الصفه بغات صفه سميده صوبت لها صفه سميده ناض جاني واحد النيار عصبي داك الليل كشفتوني عمرت بلانيت صدقوا كالو هما غير شويه شافوني ما جلستش معاهم في الطبله ما كلاوش هي فين تغداو بها الغد لي الصفه تغداو بها الغد ليه ما علينا كنجيب لها الكبده كنجيب لها لي زيبينار كنجيب ليها الكفته ما كنخلي ما كنجيب لها ناتشي جابت نعم مريم ايا السوسيس كنصوبو لها بواحد الطريقه انا ما كنبارطاجيش معاكم كلشي ولكن مريم هي كتفكرني الراسه
كايله شاربه كتقولها لراسها الا كنبقى حداتي كتاكل بعض المرات جوج الليل نطيب لها اتاي قسما بالله العلي العظيم جوج الليل كنطيب لها اتاي جوج الليل كنوض نصوب لها شي حاجه نطيبها لها ونقول لها نوضي ونبدا نجمع معها وبعض المرات كنفتح لايف كاع وتشوفوني ولكن باش غادي تدخل وحده وتقول لها امي سعديه انا جيعانه الا كنتي امي انت جيعانه سيري فين تشبعي تلاقينا خوت تفارقوا خوت الا كانت السيده تقوم بك حتى انايا نحيد من هذا اليوتيوب من حدا الزعتر ونوض نعري على كتافي ونمشي انا نخدم ودوك ولادي نمشي نديهم عند باهم وانا مليت كلشي ومريم تمشي عند عائلتها وانا هنا مالي اختي انا الصغري بالك ندفن في شبابي مالي انا على حالتي الخير رانا عنده بو ما عنده جد سالينا والله العظيم تمشي تجد سيده خديجه اللي صوراتك ملي غادا تحط دابا غنمشي نطلع لابريكاد مع الثمانيه تمشي تجد خديجه وتهزك عندها لدارها راه ديك المره اللي مشيتي عندها من تريحتك راه ما جلست ما قدرات تشدك حتى خمس ايام من سرحها ولا تقول لي جيبي لي ليكو جيبي لي هادي جيبي لي اللحم جيبي لي الفرماج جيبي لي الزعتر جيبي لي هادي راه ما جلستي عندها حتى خمس ايام من سرحها وقالت لك البابا الحباب شوفي غنمشي قالها كيعرفوا ياخذوا 100 درهم هادو في الشهر كيجيو يعصروني عليها حدا الباب كيعرفوا يجيو ياخذوا 100 درهم والله تنتنشر ليهم تم نموت ليهم تم تتحل الكاميرا تجبد هاد خيتي اقسم بالله تنتنشر ليهم تم اصبري كنتسنى الرجال يتجمعوا ديال هاد الموبل وهاد الخرا عرفوا نهار اللي سكنت هنا تجمعوا عليا قالك مطلقه ما تسكنش مطلقه ما تسكنيش هنا قلت لهم تشوفوا عليا شي حاجه عاد هضروا مطلقه فين غنمشي عرفوا انا يتجمعوا عليا هنايا نهار اللي بغيت نسكن عام ونص تجمعوا عليا قالوا لي والله الا بقيتي مطلقه وسكنت بالسيف عليهم هنايا ويجيو دابا كيجيو من شر شر ما يحشموش ياخذوا 100 درهم غادي ودايرين الكاميرات غنشوفوا ديك الكاميرات يتجبدوا هاد خيتي اللي دخلات يلا ونوري كلشي وقيسالي اليوم او شدت الدريه فرستها كلاتها بطتها من كل مكوله كلات الدريه كلات لها الوجه كون قتلاتها راه واحد الفيديو البنات غنحطو في العشيه والله تشوفو قسما بالله وتشوفو غتمرضو شاده من الشعر وكتفرس فيها كتفرس فيها فرستها وفرستها كلاتها كلاتها اخير ماكله فرستها قالت لي اختي قلت لها ويلي صورت اش واش في بلاصه تفكي تصوري قالت لي ما نفكش قالت لي اختي وما نفكاش قالت لي علاش قالت لي نجي نفك السعديه طيح من فوق الناموس يمشيو كلنا للحبس تموت قالت لي ما نفكش الدريه موكوله سعدية فرست مريم مريم اجي اختي قالك بغاو يشوفوا الدقه اللي فيك زيدي هاي قربي شوف هاي هما ايديتي هما مبوشينهم شعري تا هو نتفادني راه باقي كيضروني لداخل الحميل داخل شوفوا الشعر كيداير شوفوا بطات لها شعرها منها راه قرعات ولا كاع قردات لها شعرها شوفوا اللي يدينا انت دوري يديها وريني هاد البلاصه هادي شوف كلها كالتها كلاتها كامله هانتوما هي الخبشه شوفوا كامله كلاتها 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 كاملة
علاش نقيد بك؟ ما نقيد لا ما تقيدش بك، لا ما تقيدش بك، ما تقيدش بك. يلا بلاش قالت لي دابا انا نشرح لكم، نشرح لكم دابا. خرجت نتقدى ياك، خرجت نتقدى، جات السيده كتدق في الباب، قالوا لي غير خرجتي ديك الساعه، جات السيده كتدق في الباب قالوا لي شكون، قلت لها مريم من العدسه السريه، قالت ليها شكون، قالت لها متتبعه، قالت لها ما كايناش ساره، قالت لها غير حلي بغيت نهضر معاك، قالت لها ما نقدرش نحل عليك، جا عثمان حل الباب ويدفع لي من الباب، هضرت معاه ويدفع لي من الباب، قالت لي ندخل نشوف الساديه. جلسات حداها بدات كتسول في السعديه وكتصور فيها، قالت ليها أم السعديه راها ساره مجوعاني، قالت لها واش مهلية في كسارة، قالت لها لا، قالت لها قاتلاني بالجوع. أنس اللي مشى معايا ماشي عثمان، أنس اللي مشى معايا، أنس اللي مشى معايا، السعدية شكون قالها؟ السعدية، السعدية طلعت من العدسة السحرية ديك الساعة ما تحلش الباب. وصار العدسة السحرية ماشي السرية، وآدم راه قلت السحرية ما قلتش السحرية السرية، كثرت لها من كتضحك، وهاي دابا حدايا كنت تسمع الكلمة اللي قالت هو يغرق فيها الجمل. هاي نكرت، قالت لي انا ما ضربت حد، ما دخلت حد، ما شت حد، هانتوما قالت كذبوا عليا، اسمع قالت لي طاح عليا باطل. هاي دابا، هاي دابا فهمت صوتها، وعندي فيديو الدريه كتاكل العصا، قالت لك قالت لك راه متفقين عليا انا ما دخل عندي حد، وقالت بواحد الطريقه وبتخسر الهضره اللي خلاتني كنشوف. يلا قالت لي تجمعتوا بيب يا تركت بيب، انا ما درت والو، قالت لي هي اللي دخلاتها عليا، انت شو قالت لك، انا قالت لك ما قلتش لها صوريني، هي اللي صوراتني، واش قلتي لها صوريني، هي اللي بغات، ها انتوما سمعوا انت واش دابا سمعي، قالت لي واش انت قلتي لها صوريني، شكون اللي بغى يصورك، هي بوحدها، ولكن ام السعديه اجي علاش قلتي لها انا يوم جوعات، إلا ما كذبت عليك أنا بغيت ليا كبيدة، بغيت ليا مطيبة، إلا كذبت عليك. وضربتي مريم؟ ضربتها، ضربتها على بوبا، تسكتي، قلت لها تاوية، أدخلها، أدخلها. تمشي لها وجهها؟ أدخلها، أسعد عليها الباب، أسعد عليها الباب، زهرة قالت لك، كنت خايفة كل وقت. وهي حلات الباب ديك الساعه المره سولات قولي ما عرفت سكتي بلاك الله سكتي علاش تقولي لي عرفتيش، قالت لي قالت رشات عليا شي ريحه دوخاتني، قالت لي رشات عليا شي حاجه دوخاتني انا وليت داويه، قالت لي انا رشات عليا شي حاجه دوخات